ما عاد حق الوصول الإلكتروني إلى المعلومات المنشورة في الجريدة الرسمية متاحاً بالمجان أمام المواطنين، لأن تكلفة الدخول إلى موقع الجريدة الإلكتروني الجديد أصبحت 550 ألف ليرة لبنانية كبدل اشتراك سنوي. هذا المبلغ الذي صنف في خانة بدل مخفض ورمزي أثار استغراب رئيس الحكومة سعد الحريري حين تسلم من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل البطاقة الرقمية الخاصة بالموقع. لا منيح بيدفعوا اكثر كتير. من شو ما بعرف لا لا منيح 550 سنوي انه حسب مكاتب اشخاص ما يراه القيمون على هذه النسخة إنجازا يراه المواطنون والصحفيون استغباء لعقولهم ونوعا من الاحتكار. بالقبل نحن كان فينا نفوت بأي وقت كان على موقع الجريدة الرسمية التابع لرئاسة مجلس الوزراء ونشوف كل قرار بقراره كل مرسوم بمرسومه كيف كان عم نحكى ومين مضى عليه وشو هي تفاصيله. حاليا بطل فينا نعمل هذا الموضوع، صرنا هلا بحاجة لندفع اشتراكات سنوية بس لنشوف هذه القرارات. هذا بيعني انه حق الوصول للمعلومة صار اصعب. مستغرب ان الجامعة اللبنانية تقدم خدمة إدارة الجريدة الرسمية مجانا فترفض الإدارة وتتعاقد مع شركة خاصة مقابل مبالغ مالية كبيرة، بالرغم من أن واقع هذه الشركة وغيرها قد أعدوا سابقا تصوير ونسخ كافة أعداد الجريدة الرسمية وبيعها والاستفادة منها. إذا بها تشرعن وضع هؤلاء وتمنعهم عقدا يتولى إدارة احتكارية للجريدة الرسمية. وتجدر الإشارة إلى أنه في وقت قبل طلب الجامعة اللبنانية بإصدار الجريدة الرسمية إلكترونيا وبالمجان بالرفض، أتاح المجلس النيابي للجامعة إصدار محاضره بالطريقة نفسها. فمتى يتوقف الإتجار بما هو حق متاح للجميع؟ حليمة طبيعة، قناة الجديد.